من واشنطن الكاتب الصحفي محمد البديوي، وهو المختص في الشأن الأمريكي بطبيعة الحال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. يا سلام، أنت هادي جدا والله، خلتني هديت أنا كمان والتقطت أنفاسي. أستاذ محمد، كيف ترى هذا الحادث الذي وصفه جو بايدن، أو كيف تراه الصحافة الأمريكية، كيف يراه الرأي العام الأمريكي، كيف يراه الإعلام الأمريكي، وهو العمل الذي وصفه بايدن بأنه عمل كراهية مروع؟ منذ اللحظة الأولى للحادث قامت وسائل الإعلام بالإشارة إلى أن الحادث إنما هو ضد المسلمين، وقامت الشرطة بالتأكيد أن هذا الشخص قام بقتل الطفل وطعن أمه لأنهما مسلمين، وهاجمهما وردد كلمات تثبت ذلك. تم القبض عليه ولا زالت الإجراءات، طبعا هناك إدانات من مختلف الهيئات، وهناك تمت مراسم الدفن منذ قليل في الساعة الواحدة بتوقيت العاصمة الأمريكية. هل أخذ هذا الحدث الزخم الذي يأخذه أقل اعتداء على مواطن إسرائيلي؟ أنا سأتكلم عن ما يحدث هنا في الولايات المتحدة فيما يخص هذه الأزمة. نحن لدينا أزمة كبيرة. منذ بالأمس تلقى أحد المراكز الإسلامية رسائل عبر البريد الإلكتروني تقول الموت للمسلمين. أيضا منذ أيام تم الاعتداء على أحد الفلسطينيين في مدينة نيويورك من قبل شخصين. وأيضا رفض أحد أصحاب المنازل في مدينة نيويورك السماح لشخص بالسكن في أو استئجار غرفة لأنه مسلم. هذه الأشياء إنما هي نتاج طبيعي لما شهدناه الأيام الماضية من زخم إعلامي ضد الفلسطينيين واتهامات للفلسطينيين وهجوم وعدم والانحياز التام إلى الموقف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. لذلك هناك مطالبات من المسلمين، وهناك مطالبات من عدد كبير من الجهات بإيضاح الأمر، هناك مطالبات للإعلام بتوضيح الصورة بشكل أكبر، خاصة وهو ما حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد عليه بالأمس في حواره مع 60 دقيقة، وهو ما وصفه مسلمون بأنه متأخر جدا. هذه التصريحات يرون أنها متأخرة جدا، وأنها جاءت بعد هجوم أمريكي وعدم على الفلسطينيين، مما أدرج مشاعر الكثيرين ضد موقف ضد المسلمين في الولايات المتحدة. كانت بداية الأزمة منذ اللحظة الأولى، وهي عندما تم الإشارة إلى أن هذا الحادث يشبه ما حدث في 11 سبتمبر، وهو ما دفع إلى الكثير من المقارنات وتوجيه أصابع الاتهام بشكل أو بآخر، وكأن الولايات المتحدة كانت تريد لإسرائيل أن تتخذ رد فعل مشابه لما تم اتخاذه في 11 سبتمبر، وتم مناقشة ذلك في الكثير من القنوات والصحف في الولايات المتحدة. هذا هو ما شاهدناه الفترة الماضية، وتطالب المراكز الإسلامية والهيئات الإسلامية المسلمين هنا بتقديم بلاغات في حال توجيه، في حال شعروا بأي جرائم كراهية أو إهانات أو تلقي أو وجود اعتداءات أو ما شابه. يحاول المجتمع الأمريكي الدفاع عن مثل هذه المواقف، وهناك الكثير من الأمريكيين من مختلف الديانات والأطياف هم يطالبون بوقف ما يسمونه جرائم الكراهية. هذه المظاهرات، هناك جانب آخر يتم في الجامعات الأمريكية. الجامعات ترسل إلى الطلاب لا تتظاهروا لدعم فلسطين، وتم تهديد أكثر الطلاب في أكثر من جامعة الذين قرروا التظاهر بأنه سيتم فصلهم، وهو ما تم في عدد من الجامعات في محيط واشنطن دي سي العاصمة.
وحتى جامعة هارفارد هناك بعض الطلاب الذين أصدروا بيانا في الأيام الأولى وأدانوا إسرائيل، إلا أن الجامعة أدانت تصرفهم، وبعد ذلك